في عدة جزئيات. أبناءنا الأعزاء وبناتنا العزيزات، يسعدنا جميعا أن نحضر معكم في هذا اليوم المبارك، وللشرف العظيم أن أكون فيما بينكم الآن وفي وسطكم وفي هذه الساعة المباركة التي نتناول فيها جزءا من تاريخ بلادنا ومن تاريخ حياتنا. وعليكم أيها الأبناء والبنات أن تنهلوا من العلم الذي يشمل التاريخ وتاريخ بلادكم وتاريخ العرب الإسلامي وتاريخ الأمم، ويشمل كذلك معرفة الجغرافيا، ويشمل كذلك كل العلوم الرياضية. وأملنا فيكم كبير، لأن أنتم أيها البنا أيها الأبناء وأيها البنات جيل المستقبل الذي سيعتمد عليكم المغرب، لأن منكم سيكونوا أطباء وسيكونوا مهندسين وسيكونوا وزراء وسيكونوا علماء. نتمنى لكم التوفيق في قراءتكم وفي نهجكم العلم، فخذوا العلم خذوا العلم، فبالعلم تتقدم الأمم. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالعلم يبني بيوت لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. ألا إن ليل الجهل أسود دامس، وإن نهار العلم أبيض شامس. تشق حياة ما لها من مدرب، وتشقى بلاد ليس فيها مدارس. خذوا العلم، إن العلم مال لمعدم، وريل لعطشان، وقوت لجائع. إذا ما هم قوم أن ينالوا سعادة، فإن اقتناء العلم كل الدرائع. فأتمنى لكم أن تنالوا من العلم، وأن تستمروا في قراءتكم، وتتوفقوا في حياتكم، وبتوفق قدوم إن شاء الله تتقدم البلاد. فأنتم تعرفون أن الاستعمار، لماذا استعمرنا؟ لأننا كنا متخلفين، لأننا كنا جاهلين. ولهذا الاستعمار استعمر بلادنا، ولم يستعمر البلاد فقط، استعمر كذلك أفكارنا وعقولنا، وكان يحاول أن يخرجنا حتى عن الطريق الإسلامي وحتى عن التاريخ الإسلامي. لكن الحمد لله بصمود الشعب المغربي وصمود رجالاته الوطنية التي قدموا تضحيات، ميت حمص الصياني في خليفرة، وميت عبد الكريم الخطابي، وميت عدة رجالات اللي قاموا وناضلوا ضد الاستعمار منذ وجوده في البلاد. وتعرفون أن الاستعمار الفرنسي والإسباني كانوا يحاولون أن يفرقوا المغرب والمغرب العربي ككل إلى دويلات وإلى كيانات لكي يتحكموا في المنطقة. أنتم تعرفون أن آخر القرن التاسع عشر كان فيه تنافس على المغرب ما بين فرنسا، ما بين إسبانيا، ما بين إيطاليا، ما بين جلزة. الطليان هذو كلهم كانوا يتنافسوا على المغرب في كل يخدم. فرنسا كانت تدعي أن لها الأولوية باش تستعمر المغرب. علاش؟ لأنها لها حدود مع المغرب منذ استعمرت الجزائر، وهي دخلت الجزائر باحتلال وسبحان المغرب اللي دخلت له بسميتو تحت الحماية، تحت عقد الحماية. إيطاليا كانت تدعي أن لها الأولوية لأنها كانت تحكم كذلك احتلت ليبيا. بريطانيا كانت تدعي أن لها الأولوية لأنها كان عندها ناس اللي كانوا يدربوا الجيش الملكي في عهد ولي عبد العزيز وفي عهد ولي الحسن، وكانت تدعي أنها هي الأولوية إلى آخره. المهم هذه الدول كلها، أخواني كذلك، الدول كلها كانت تنافس على المغرب، شكون فيهم اللي يفوز بالمغرب ويحتلوه، وباعتبار أن المغرب جاء في منطقة استراتيجية جدا، لأنه جاء في منطقة يربط ما بين البحر الأبيض
قلنا وبسبب الجهل قلنا وصحت قدر الغرب قالوا بيدبتوا بعديتوا اختاروا ولو الناس الى تذكروا لو صحت قدر المستعمر الفرنسي استعمر الجزائر قشروا الناس بالفلوس كانوا بيقولوا دوروا مورو دوروا عطشتوا دوروا حتى قولوا الريال في الجزائر يقولوا دوروا يعني وصلوا لواحد المرحلة اللي كيشري فيها الناس بدور 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 يعني حتى يدور وتشري وعلى كل حال كما يمكن فيكم اللي عارف واحد راه في البحر حتى هذا في البريد تنزل تقريبا هذيك كتشري السوق الخبزة هذيك الخبزة مش تقول لك عليك فالمهم يعني التفرقة ما بين الناس بسبب هالتفرقة استعمرتنا فرنسا وكاين رجالات اللي قاولوا ما قبلوش المعاهدة ديال الحماية وقاموا ضد المعاهدة ديال الحماية لكن القوى ديالنا كانت ضعيفة جدا وكان الحكام ديالنا كذلك كانوا معاه يعني وكانت اختلافات في المغرب كثيرة القبائل كانت تقاتل بعضياتها الرحامة يدبدوا مع الشاوية والشاوية يدبدوا مع الدبلة وإلى آخره شي كيقتل شي من أجل المصلحة ديال الشخصيات وديال القيادة ديال إلى 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 آخره فكان صاحب وقت يعني هذه الحكاية الحكاية دول كانت حكاية قديمة أن كان القائد اللي عنده قوة ديالو قوية يمشي يقتل القائد ديال قبيلة أخرى يتحكم في هذيك القبيلة أخرى يدخلها القيادة ديالو كيحكيو أن شي قائد في الجنوب شي قائد في الجنوب جمع الشيوخ ديالو والتكبير جمعوا عنده القائد ديال القبيلة أخرى اللي قريبة له بغاطي الخبر جمع الجيش ديالو وجا هجم على هذاك القائد هو وصحابو في المحل في المجموعين وبدا كيذبحو فيهم هذيك الساعة ما كاين غير الذبيح بالسيوف بسميتو عليه اللي بداو الناس كيحرقو السيوف هذا القائد الله يحفظ فالمهم الماح دخلوا على الدار كيذبحو في المكتب وصلوا لواحد السيد جابوه بيذبحوه قال لي واش يدي هالعار انا ما ذبحونيش من هنايا قال لي علاه قال لي ذبحوني من كل شيء انا ما مقدم ما شيخ ما تتعرف جبتي لي غير شي باش ناكل فهذا دليل على التخلف اللي وصلوا المغرب في واحد الدقيقة معينة اللي صارت الناس كتحرق المهم هذا في عهد الاستعمار المهم المغرب ما هداش للغال من نهار دخلوا الاستعمار كانوا نضال ضد الاستعمار كان حاول استعمار سنة 1930 يفرق ما بين العرب والبربر يعني كان بيدير حكم عرفي للبرابرة والحكم للقضاة ديال الشرعيين يبقاو عند الناس اللي هما والمغرب الشعب المغربي كله رفض هذا الظاهر البربري ولا ضده ومشاو ما عندهمش سلاح ولكن مشاو كيقراو الوظيفة في المساجد وكيقولوا اللهم يا لطيف اقطف بنا فيما جرت به المقادير ولا تفرق بين العربي والبرابر هذه سنة 1930 من بعد هذه الأحداث تحركت الحركة الوطنية في المغرب اللي تكونت فيه كتلة وطنية سنة 1936 اللي بدأت تطلب بالمصالح إصلاح المغرب بناء مدارس ولا بناء سبيطارات إلى آخره لكن الاستعمار أرفض لنا الاستعمار كان باغي نبقى مشوهان أعطوا هنا فاطمة عيد